من قناة السعودية انتم تشاهدون برنامج الشارع السعودي معنا صلاح الغيدان السلام عليكم نبدأها باهم الاخبار. مجالات خيريه عديده تفردت بها المملكه العربيه السعوديه ولله الحمد فكانت الدوله السباقه في كل عمل خيري وانساني واغاثي من تلك المجالات الرائده مجال فصل التوائم السياميه. واستمرارا لهذا الدور الانساني وانفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله. وصلت طائره الاخلاء الطبي الجوي للتوام السيامي الإريتري اسماء وسميه جعفر عبده برفقه ذويهما. طبعا في خبر ومقطع منتشر الاسبوع الماضي من الشارع السعودي تشرفنا انه مركز الملك سلمان للاغاثه الأعمال الانسانيه الدكتور سامر الجطيل المتحدث الرسمي كان معنا وتحدث عن ذات الموضوع الطفلتين البولنديتين اللي يركضون الى الدكتور عبد الله بعد ما كبروا يمتنون له لانه هو اللي فصلهم أه وتكلم على أه كيف بولندا الى الان وهي تتحدث عن أه أه السعوديه فاللهم لك الحمد ولك الشكر ان السعوديه هي الدوله الاولى في العالم في هذا المجال لمزيد من التفاصيل نشاهد هذا التقرير من إعداد الزميل مشعل الخامس. أكثر من 30 سنة وبرنامج فصل التوائم بالمملكة العربية السعودية هو الأكثر تميزا بالعالم. مركز الملك سلمان للإغاثة الذي قام بفصل أكثر من 59 توأم إلى حد الآن بمجموعة جراحين بارعين في مجالهم ويواصل المركز أعمال مؤخرا حيث قام بنقل السيام الأريتيري أسماء وسمية وصولا إلى الرياض انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وبعد وصول طائرة الإخلاء الطبي التي تنقل التوأم السيامي إلى الرياض تم البدء في نقلهم إلى مدينة الملك عبد العزيز الصحية بالحرس الوطني وهذا الاستقبال واستكمالا لخدمه المملكه العربيه السعوديه بخدمه الانسانيه بكل بقاع الارض من انجاز الى انجاز المملكه العربيه السعوديه تحقق المركز الاول في المنطقه والمركز الثالث على مستوى العالم في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية. أعلن ذلك معالي المهندس أحمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية خلال إطلاق أعمال ملتقى هيئة الحكومة الرقمية اليوم تحت شعار مستقبلنا الآن بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ونخبة من الخبراء والمختصين بهدف إبراز النجاحات والإنجازات للجهات الحكومية وتبادل الخبرات وبناء الشراكات. وهذا واقع نعيشه اليوم ولله الحمد بتسارع كبير ومميز في تقديم الخدمات الالكترونيه في كافه القطاعات والخدمات واللي اسهمت في رفع جوده الحياه لكافه المواطنين وهي نتاج جهود عظيمه من الجهات والقطاعات الحكوميه لفتح افاق جديده في الخدمات الحكوميه الرقميه وتعزيز المكانه الرقميه الرائده للمملكه من خلال خدمات رقميه استباقيه متكامله. طبعا محاكيكم حضر هالملتقى اليوم وكان ملتقى عظيم فعلا اسم على مسمى هيئة الحكومة الرقمية لم تتحدث إلا بالأرقام فاللي حضر اليوم وكلهم اليوم يعني كانوا يعني شد شدهم الأرقام اللي قالها معالي أحمد الصويان كيف كنا وكيف صرنا والله يخلينا رؤية عشرين ثلاثين بعد الفاصل حقوق الاسره وفق النظام الليله على طاوله الشارع السعودي اهلا بكم في الشارع السعودي من قناه السعوديه. حلقتنا اليوم عن الخليه الاساسيه في المجتمع البشري، اهم جماعاتها الاوليه، عرفها العلماء على انها جماعه اجتماعيه صغيره تتكون عاده من الاب والام وواحد او اكثر من الاطفال يتبادلون الحب، يتقاسمون المسؤوليه، عرفها اخرون انها جماعه من نوع خاص. يرتبط أفرادها بعلاقة الشعور الواحد المترابط والتعاون والمساعدة المتبادلة. لو أخذنا مجتمعنا السعودي على سبيل المثال، لوجدنا لو أن الأسرة مكون رئيس ومهم مع المكونات الثلاثة الأخرى: المدرسة والشارع والمسجد. حلقة مهمة. قد تغير في واقعك إلى الأفضل لأن الضيف محامي. قبل أن نبدأ، نستعرض معكم استفتاء على منصة إكس يقول. هل لوسائل التواصل الاجتماعي تاثير في معدلات حالات الخلع والطلاق في الاونه الاخيره نعم لا لدي راي اخر نبيكم تشاركون في هالاستفتاء وان شاء الله بنعرض اصواتكم في نهايه الحلقه، لكن قبل ما ارحب بالضيف خلونا نشوف هذا التقرير عن قضايا الاحوال الشخصيه نشاهد ونرجع. تتمثل قضايا الاحوال الشخصيه في قضايا الحضانه والطلاق وفسخ النكاح والخلق وما يتعلق بالميراث وخلافات الإرث وأيضا النفقة للزوجة أو الأولاد وما يترتب على الزوج بلغت قضايا الأحوال الشخصية لدى المحاكم في عام 2023 في كافة المناطق لعدد قضايا أكثر من 70 ألف قضية وعدد الجلسات أكثر من 150 ألف جلسة وصدر أكثر من 63 ألف حكم والقرارات أكثر من 62 ألف قرار كما تصدرت ثلاث مناطق من حيث ارتفاع عدد القضايا المنجزة من قبل محاكم الأحوال الشخصية كل من منطقة مكة المكرمة والرياض والشرقية تتمثل أهداف الأحوال الشخصية في تسهيل طرق استيفاء الحقوق النظامية عند انفصال الزوجين في قضايا الأحوال الشخصية وتحقيق وحماية المصالح الفضلة للطفل لا سيما في حالة انفصال الأبوين وتقليل التشاحن والمخالفات الناتجه عن انفصال الابوين والحفاظ على دور الاب والام في مرحله ما بعد الانفصال وضبط السلطه التقديريه للمحكمه وتقليل التباين في الاحكام للشارع السعودي محمد سحباني اهلا بكم في الشارع السعودي اهلا بمن انضم الينا الان نرحب بالضيف العزيز معنا الاستاذ فايز العنزي وهو محامي مهتم بقضايا الاسره اخوي فايز الله يحييك الله يحييك يا استاذ صلاح وانا سعيد والله بهذا اللقاء وهذه الدعوه الكريمه اليوم كثير من الاسر وان كان ما فيه رياكشن في اغلبيه صامته ترى اكتشفنا في شارع سعودي ان فيه مشاهدين او فيها يستمع ويؤثر ويتأثر ومو شرط انه يسوي رياكشن احنا نلاحظها في المجالس وفي المجتمعات العامه فلذلك اليوم حديثنا مره مهم عن الاسره لانه هي الخليه الاساسيه لاي مجتمع عندنا نظام الاحوال الشخصيه وانت كنت تمارس المحاماه قبل النظام وبعد ان هذا النظام وش اثره في استقرار الاسره نظام الاحوال الشخصيه له اثر بالغ وملموس صراحه في استقرار الاسره وحمايه حقوق الافراد كما ان النظام تناول ايضا الاحكام المنظمه للعلاقه الاسريه فنظام الاحوال الشخصيه عملنا به او عملنا في قضايا الاحوال الشخصيه قبل صدور النظام وبعد صدور النظام فلامسنا كذلك التغير للأفضل طبعا من حيث لو نشوف من محاسن النظام كذلك أن سرعة البت في القضايا الزوجية بعكس ما كان في السابق كذلك أيضا يعني صار محاكم متخصصة؟ المحاكم متخصصة من قبل اوكي اي المحاكم الاحوال الشخصيه موجوده من قبل صدور النظام لكن بعد ما صدر النظام صار في عندنا وضوح للنص النظامي اصبح هناك وضوح للنص النظامي في قضيه نفقه في مدد لو يسال احد المشاهدين الان يعني يقول وش هو نظام الاحوال الشخصيه؟ عرفه ارجع شوي. نظام الاحوال هو تنظيم علاقه الافراد فيما بينهم فيما يخص الاسره. هذا اقرب تعريف او مفهوم له. الزواج، الطلاق الطلاق، النفقه، الحضانه، الخلع، فسخ النكاح، الوصيه وغيرها من الابواب او الاحكام. طيب نعم. بعد صدور النظام انت تحس انه في استقرار وفيه سرعه. يعني سرعة بث نعم صحيح، لأن أيضا كذلك حد كذلك من الاجتهاد القضائي في بعض الاختلافات الفقهية. في آه اختلافات فقهية كذلك أصبح هناك حد من بعض الإجتهاد لأن بعض القضاة يجتهد في بعض المسائل فالنظام حسم هذا الأمر. طيب، واحد تقدم لخطبة فتاة فترة الخطوبة أعطاها هدايا وأعطاها اللي يعطيه الزوج لزوجته هو ما تم الزواج تمام ترجع له نظاما ولا هذه تعتبر هدايا هل عدل هل عدل عن الخطبه نعم اي اذا كان العدول من الخاطب فلا يسترد من الهدايا شيء واذا كانت المخطوبه اهدته اثناء الخطوبه هدايا لها ان تسترد هذا منصوص عليه في نظام الأحوال الشخصيه أه هذا هو بكل بساطه اي نعم هذا بكل بساطه والعدول هو حق مكفول للمخطوبه وللخاطب. كيف يثبتها قدام القاضي؟ الهدايا؟ لا كيف يثبت انه انه انا العادل هو اللي يقدم على اكيد ان العدول من من؟ العدول من من؟ لكن اذا لم يصرح بان هذه الهديه هي مهر او ان العرف يعني اكد بان مثل هذه الهديه تعتبر مهر فهي تعتبر هديه او العطاء يعتبر هديه. أما إذا كان من المهر فهو يكون مهرا ويسترد في الأحكام المخصصة فيه والهدية ما ترجع لا الهدية ما ترجع حتى لو إذا كان العدول العدول من الخاطب والمهدي الخاطب أها آه طيب اينا. آم الآن الله يسلمك إحنا نعيش في فترة السوشيال ميديا نعم. والحمد لله إنه الأنظمة اليوم النيابة العامة بتنظيم الإعلام نظم يعني علاقة أشخاص يعني ساهموا مساهمه سلبيه في عدم استقرار بعض الاسر واكيد انك لاحظت في المحاكم انه هذه طلبه خلع وهذه طلبه طلاق لانه مقارنات و الى اخره باختصار كمحامي متخصص وش الحقوق حقوق الزوج حقوق الزوجه بعيد عن المهاترات اللي موجوده في السوشيال ميديا طيب فيه استاذ صلاح حقوق مشتركه بين الزوجين، هي حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والمودة والمحبة، كذلك عدم اضرار احدهما بالآخر سواء من ناحية مادية او معنوية، عدم امتناع اي من الزوجين من المعاشرة الزوجية او الإنجاب إلا موافقة الطرف الآخر، هذا فيما يخص حقوق المشتركة بين الزوجين. <applause> في حقوق للزوجة على الزوج وهي النفقة والعدل. إذا كان معدد. وفي حقوق للزوج على الزوجة وهي الطاعة وإرضاع أولادها، هذا ما جاء به نظام الأحوال الشخصية. هذه الحقوق في مشترك مثل ما ذكرنا وفي حقوق لا للزوجة على زوجها وللزوج على زوجته. النفقة لو كانت الزوجة ثرية. نعم. ما ما يعني لا يجب عليها أنها تصرف إلا بخيارها يعني، صح؟ اي يعني قصدك ان هل هل يعني اليوم زوجين متزوجين وحده تزوجت واحد راتبه 5000 محدود جميل وهي عندها عقارات مليار ديرة مليار ديرة جميل في هذه الحالة النفقة ما هي بواجبة عليها هي على الزوج صح؟ ما هي واجبة على الزوجة على الزوجة اي نعم يعني ما هو مطلوب منها تصرف نفقة كل طبعا ما في احد يعني ما اعتقد ان فيه امراه سعوديه عربيه اصيله ممكن تبخل على زوجها وبيتها بس هذا الاصل احنا ايه نحكي على في حال في حالات كثير اي نعم وفي حالات في مثل ما ذكرت انها تملك عقارات ومال وتتزوج رجل يعني راتبه محدود هذه الحالات موجوده لكن لو رجعنا احنا الى احكام النظام الزوجه او كل انسان نفقته من ماله الا الزوجه فنفقتها من مال زوجها حتى ولو كانت غنيه ولا تسقط هذه النفقه الا بالابراء او بالاداء باداء الزوج او غيره. فمساله ان الزوج يمتنع من الانفاق على زوجته هذا لا يحق له ابدا باي شكل من الاشكال ويجب عليه ان ينفق عليها النفقه بالمعروف. طيب المهر كشرط من شروط الزوجه بعضها تشترط اللي هو توفير السكن المناسب لو ما توفرت هذه او غيرها من الشروط هل يحق لها انها ما تنتقل معه الى بيت الزوجيه حتى يفي بالشروط اللي اذا ما أدى المهر اذا ما هم اشترطت مهر بيت ملائم أيه سكن مناسب سكن مناسب جميل لو ما وفرها لا ما يحق لها انها ما يحق يلزمها في الانتقال لابد بد ان يوفر وهذا ايضا جاء به احكام نظام الاحوال لا يلزم الزوج زوجته بل انتقال إلا أن يوفر السكن الملائم. وأيضا يحق للزوجة أن تمتنع كذلك من الانتقال. إذا لم يوفر السكن أو لم يعني يدفع المهر كذلك. إذا رفض الزوج أو لم يدفع المهر للزوجة يحق للزوجة أن تمتنع من الانتقال حتى يقوم بأداء المهر. وكذلك إذا وفر السكن في حالة ثالثة، إذا وفر السكن الزوج ولم يدفع المهر. ولم يدفع مهر الزوجه وسكتت ورضت وانتقلت الى بيته الزوجيه. <applause> فلها حق المطالبه بالمهر في اي وقت شاءت. فهذا لا يعني انها اسقطت حقها في المهر. تجيك قضايا احوال شخصيه؟ تجيني ايش؟ تجيك في المكتب قضايا احوال شخصيه أي يعني؟ اي نعم. في قصص تصلح الاعلام ممكن تقولها عشان توعي الناس؟ والله القصص كثيره الحالات كثيره لكن من اي ناحيه تبي بس؟ يعني اللي في راسك. يعني في قصص مثلا في المهر مثلا في قصه انا ما اجتني انا لكن في احد المجالس ذكر شخص انه سمع قصه ان في امراه يعني تقدم بها العمر وصل تقريبا عمرها قريب الأربعين وتبحث عن زوج وعن استقرار وهذا حق مشروع لها فللأسف الشديد أنها وجدت إنسان ظنت به بأن هذا الرجل مناسب لها فتقدم لها وطلب والدها مبلغ مهر قال المهر مبلغ قدره مئات الالوف فهي مقتدره ماديا فسلمت هذا الرجل كاش مبلغ كاش ما هو رفض أن يستلمها حواله وكذا قال خلاص قالت انا ما عندي مشكله انا بعطيك فيك ان شاء الله انها هقوة طيبه وانك انت الزوج المناسب و وبشوف عيالي وان شاء الله ان نستقيم وان شاء الله تردها لي فهذا المهر اذا ما قدرت أن تدفع لابوي وانا بشوف حياتي معك فاخذ المبلغ وما شافت وجهه الى اليوم وراح نعم راح وبعدها اقامت عليه دعوه وتاخذ عد وسائل اثبات واثبتي انك سلمتي ولا سلمتها كاش و وهذا احد يعني نقلت لي في احد المجالس واثبتت ولا الى الحين ما ادري عاد وش وصل فيها المطاف لكن هذه ايضا فدائما تحرص المراه مهما كان تكون واضحه مع وليها في امور كثيره ولا تثق في هذه الثقه هذه ايضا انها دفعت مهرها وراحت عليها لا زواج ولا فلوس فخرجت للاسف يعني اللي ناخذه من هذه القصه انه احسن الاختيار انت احسن اختيار الزوجه وانت احسني اختيار هذا الزوج يعني <applause> ولذلك لذلك هنا اشترط الولي لان الولي هو اعلم وادرى من هو المناسب لموليته طيب النفقه كيف تقدر وكيف تحدد وش تشتمل عليه تحديد النفقه طبعا اجراءات النفقه اذا تكلم انت عن بتقاضي ولا تراضي أم التراضي ما يدفعه الزوج لزوجته هم راضيين ومستورين مستورين طيب لو راتبه كامل سلمه الصرافة نهاية الشهر هذا حق من حقوقه وحق من حقوقه بالتراضي لو يدفع عشرة ألاف و راتبه عشر ألاف يبقى له ألاف هذا حق حتى لو بعد الانفصال في التراضي هذا أمر و هذا اللي إحنا دائما نصوت عليه و دائما إحنا نناشد الأزواج و كذلك حتى بعد الانفصال هذين من أولادك وهذه أم أولادك ومهما كان بينكم يعني صح. عشرة فما يجوز أن حتى يصل الأمر أنها تروح تطالبك بنفقات أمام المحكمة ولكن إذا وصل الأمر إلى القضاء فالقضاء يندب أهل الخبرة اللي قسم الخبراء في المحكمة ويراعون حاجة المنفق عليه سواء الزوجة إذا كانت لا زالت على ذمته أو الطفل الإبن وحال المنفق وسعته كم عنده دخل كم ملاته فينظرون ويقيسون من هذا الباب ثم بعد ذلك يصدر قرار الخبراء بتقدير النفقة ثم بعد ذلك يعرض على القاضي إذا رأى القاضي بأنه وجيه هذا القرار وأسبابه وجيهها يحكم به أما الشق الثاني من السؤال كان عن موضوع ماذا تشتمل النفقة تشتمل النفقة المأكل والمشرب اللي هو الطعام مأكل ومشرب وملبس وسكنة وحاجيات أساسية حسب العرف الحاجات الأساسية خلينا نقول إن مثلا المواصلات الكهرباء المدارس الأمور كثيرة حاجات أساسية يحتاجها الطفل فهذه تشملها الحاجات الأساسية وهذا نص عليها نظام الأحوال الشخصية فلم يوضح ما هي الحاجيات الأساسية لكن في العرف وش المعروف وش العرف السائد في البلد وش الحاجيات الأساسية وكل بلد عن بلد أو منطقة منطقة تختلف المشكلة اليوم لازم نرجع لشبكات التواصل الاجتماعي لأن اليوم المشاهد انتقائي وجوالك هو تلفزيونك وهو جهازك صحيح فالمرأة تؤثر عليها المرأة اللي تعتقد أنها قدوة فأنا مرة في أحد البرامج برنامج السابق النقطة العمياء على قناة سعودية نعم استضفت محامي وقال قصة تذكرتها الحين يوم تقول النفقة فانفصلوا زوجين والزوج اجودي فاعطى كذا من دون محكمه ومن دون شيء صرف لكل واحد مبلغ وقدره اعتقد انه ألف 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 تصير 4000 ريال زميلنا الاستاذ نايف المرشد ايوه اي نعم بعدين يوم حس ان يعني الزوجه اثروا عليها اللي في السوشيال ميديا ترى ممكن تكون دبل ومو راحت ترفع قضيه حكم القاضي ب 600 ريال واقع ف ماذا تقول للزوجه اللي تنساق وتضع اذنها قمع لما تسمعه من المخببات في شبكات التواصل الاجتماعي؟ ما نقدر نقول مخببات ولا نقدر نقول انها سمعت كلامهم وراحت. صعبه. ليه؟ هي ما راحت الا بقناعه. لكن ممكن انها سهلت لها الاجراءات. أو مثلا نقلت لها بأن الإجراءات سهلة وهذا أمر ملموس وواضح القاضي يسأل يقول من اللي خلاك يا بنتي مثلا تخلعين من اللي ولو درى مثلا انها مؤثره من السوشيال ميديا تؤثر في الحكم ممكن يتعاطف القاضي ممكن يوديهم للاصلاح ما مرت عليه نهائيا لكن القاضي له ان يعني يتصور ويعني يفحص جميع الادله والاسباب حتى ايضا في التحكيم كذلك الحكمين لهم ايضا دور كبير في في حل النزاع لان اصلا هدفهم هم الجمع وليس الفرق بين الزوجين لكن مساله الرساله اوجهها لاي امراه انها تطالب امام القضاء في بعضهم يدفع لكن حتى تصل النفقه لزوجته او لام اولاده الحاضنه تمام بشق الانفس او في الذل تترجاه عشان يرسلها لا كثر الله خيرك في بعض النساء تقول أنا يجيني خمس ألاف وأنا أفرض نفسي وأنا أترجاه عشان عياله لا كثر الله خيرك أنا أخذ صك وأروح فيه للتنفيذ ويجيني استقطاع نهاية الشهر يوم 27 ولا عاد أبي ولا بتواصل معك في بعضها ترى تلجأ إلى القضاء لهذا السبب لهذا السبب صح ما هو شرط حتى لو هي مقتنعة بأن ممكن القضاء يحكم لها وفي كثير جونا كثير جونا لما أشوفهم ينفقون ينفقون تقول سببي انا ماني فاضيه اجلس كل شهر اترجى يا فلان لا ادفع لعيالك يا فلان متى ترسل يا فلان خلاص انا عندي صك اخذ في حكم اروح للتنفيذ التنفيذ استقطع لي يطبق عليها الماده 73 استقطاع وخلاص وارتاح فما احتاجك حتى لو نزل نص نص المبلغ يعني سقط انا ما عندي مشكله بكرامه وباستقطاع احسن من إني في, 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 بعضهم انا اشوف لما اشوف اقول ترى ممكن المحكمه ما تقدر لك بهذا بناء على معطيات امامي بناء على احكام ممكن, موجود. ينزل المبلغ طبيعي قلت ترى مو تقول ما عندي مشكله يعني لابد ان تبين الموقف القانوني لها وش ممكن يصدر حكم فهي تقول ما عندي مشكله خاصه في الاستشارات ف لكن في بعضهم كذلك ايضا ترى في 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 في, في بعضهم ابو طلال ترى في بعضهن عنيده ايوه تقول لا ابغى حكم ابغى اخذ النفقه حكم ما ابغى حتى لو اعطاني الله لا يشكر الله فضل ما ابي شيء قليل ما ادري عاد النسب ما نقدر نحدد منزعل ما عاد تبغى منه شيء تبغاه بحكم قضائي اطعم له رونق عندها <applause> طيب نتحدث عن الاسره كمكون اساس في المجتمع فاصل نكمل بعد ما تبقى برنامج شارع السعودي مع المحامي فايز العنزي فابقوا معنا أهلا بكم وأهلا بمن انضم إلينا الآن وجبة قانونية دسمة توعي الزوجين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم مستقرين دائما وأن يمنع عنكم الخلع والطلاق وكل ما يتسبب في زعزعة الأسرة رحب مجددا بالأستاذ فايز العنزي وهو محامي مهتم بقضايا الأسرة حياك الله الله يحييك أستاذ الله. فايز لو أمتنع الزوج عن النفقة هل يعطي الزوجه الحق في فسح في انها يعني تفسخ عقد النكاح منه؟ نعم. في حاله امتناع الزوج عن نفقه على زوجته فيحق لها ان تطلب من المحكمه فسخ نكاحها اذا تعذر استيفاء النفقه. فنعم. طيب تطلب الزوجه بطلب فسخ نكاح. زوج معسر لا يملك دخل. هل تفسخ المحكمة النكاح؟ إذا دفع وأدى إعساره نعم تفسخ المحكمة نكاح المرأة منه بسبب؟ بسبب إعساره عدم قدرته على الإنفاق. حتى بوضح لك يا أستاذ صلاح حتى لو علمت الزوجة بإعساره وفقره قبل الزواج. يعني امرأة تمام تزوجها رجل وهي تعلم عند الخطبة بأن هذا الرجل لا يملك من حطام الدنيا شيء فقير وقبلت ثم انتقلت إلى بيت الزوجية هذا بما نص عليه نظام الأحوال الشخصية يحق لها نعم حتى لو كانت تعلم قبل العقد بفقرة وإعساره لها حق إنها إذا ما قدرت تكمل حياتها الزوجية مع بسبب إعساره إنها تطلب فسخ نكاحها منه وتحكم المحكمة طيب امرأة كانت هي اللي تصرف على نفسها وعلى أولادها برغبتها وبعد الطلاق يحق لها انها تروح المحكمه تطالب بارجاع كل ما انفقت؟ لا اذا كانت بارادتها بدون امتناع من الزوج و والزوج ينفق هو الاصل الاصل اذا كانت المراه في بيت زوجها الاصل انه ينفق عليه الا تقدم البينه على هذا الزوج بانه ممتنع او يقر وبعد الانفصال؟ بعد الانفصال للزوجه تمام للزوجه اذا كانت ناويه بالرجوع على الزوج بالمطالبه بما انفقت وان لم تكن مضت سنتين على هذه المطالبه يعني للزوجه سنتين ماضيه فقط لغير لها ان تطالب للاولاد سنه ماضيه وتسقط ما قبل ذلك يسقط فكثير من النساء تترك مثلا تنفق على اولادها ثلاث سنوات اربع سنوات ثم بعد ذلك ترفع قضيه امام المحكمه تطالب بنفقه ماضيه مده اربع الى خمس سنوات تقول انا ما انفق تمام ولم يقدم هو البينه على انفاقه لان م. الاصل هو الحوالات بين الزوجين. صح فاذا ما انفق هذا الزوج فالقاضي لا يسمع الا سنتين ماضيه، اذا حصلت دعواها على سنتين ماضيه لها فلها ان يحكم فلها القاضي ان يحكم لها بهذه النفقه واما الاولاد سنه فقط. طيب هل هناك حالات لا يقع فيها الطلاق حتى مع اللفظ الصريح؟ اي نعم. غير العاقل طلاق غير العاقل طلاق من زال عقله حتى ولو اختيارا حتى ولو محرم طلاق السكران طلاق ايضا في حاله حيض جلكم الله او نفاس وكان زوجها يعلم بحالها هذه ايضا حاله من كان غضبان وحال بينه وبين غضبه كذلك الفاظه لا يعني يدركها ولا يعيها، هذا ايضا لا يقع فيها الطلاق. طيب هل صحيح ان المراه تعوض اذا طلقها زوجها وهي ما تدري؟ نعم. لها تعويض؟ نعم لها تعويض بما لا يتجاوز مقدار النفقه. وش مقدار النفقه؟ مقدار النفقه حسب ما تقدرها الخبراء. فمثلا اذا رجل طلق امراته وسكت لم يبلغها وبقيت عند لها سنه سنتين على اساس ان المراه لا زالت على ذمته ثم وصلها رساله من ناجز باثبات الطلاق فوجدت انها مطلقه قبل سنتين او ثلاث سنوات فلها هنا تقيم دعوه امام محكمه الحوش الشخصيه تطالب بالمده من تاريخ وقوع الطلاق حتى وقوع المهبة به متى علمت؟ علمت بالرساله فهذه المده تعوض بما يعني بمقدار النفق طيب خلينا ناخذ الاستفتاء بدر اذا كان جاهز على الشاشه سالناكم في منصه اكس من وجهه نظرك هل وسائل التواصل الاجتماعي تاثير في معدلات حالات الخلع والطلاق في الاونه الاخيره النتيجه النهائيه 89% قالوا نعم و8% قالوا لا و3% عندهم راي اخر وفي بعض التعليقات من المتابعين على منصة إكس اللي صوتوا من خمسة ألاف حدود خمسمائة شخص فيعني عينة تعتبر نقدر نتناقش فيها معك إيش رايك في النتيجة؟ والله كبيرة يا أبو طلال تدل على إذا كان التصويت يعني 89% يقول أن أسباب الخلع والطلاق السوشيال ميديا تاثير في السوشيال ميديا تاثير يعني هو سبب لا مو بصحيح نسمع نشوف انت كمحامي ممارس تختلف مع ال... جدا جدا السوشيال ميديا لا يؤثر يعني ما في بيوت مستقره يعني انا كمحامي يجوني في المكتب يعني بنسبة ما أقدر أقول لك لكن الأغلبية من النساء اللي يطلبن فسخ النكاح أو الخلع أسبابهن قوية. ما تاثروا في السوشيال ميديا وبعضهن سنوات قبل السوشيال ميديا قبل ظهور المشاهير وتاثيرهم ويعني الامور اللي قاعدين طيب عشان اصيغ السؤال بشكل اوضح فايز العنزي المحامي المهتم بقضايا الاسره ما قد جته زوجه متاثره بالسوشيال ميديا ممكن متاثره بس انا ما اعلم عنها لا لا لكن انا انت تقول لا اسبابهم قويه نعم لما تجيني انا انظر للوقائع اللي موجوده في قضيتها اجد بان اسبابها فعلا توجب الفسخ يعني ما قد جتك واحده قالت والله ما سفرني، ما وداني لا لا لا, لا انا اذكر زمان ما اشترى لي شنطه جاني زمان يعني قديم مو بعندي ترى عند احد المحامين يسولف علينا يقول متزعلين على وجبه بس على وجبه اي على وجبه هذه اشد خطرا من السوشيال ميديا وحصل الطلاق؟ <applause> لا جات تبي تطلب فسخ نكاح وجايبه ابوها معه زعلين على وجبه ما ادري شكل جايب لها وجبه سبايسي وهي ما تحبه ما ادري وش المشكله يعني اذا وصل الامر ان اي شيء بروح المحامي ابي ادفع الفلوس لا انت المفروض انك تبدا تكون اخوها الكبير اكيد أن في عمر معين تكون اخوها الكبير تنظر لها من النظره دي ابو طلال كثير من الحالات اللي تجي في مكاتبنا احنا كالمحامين والله ان نصلح بينهم وأن النزاع قائم لسنوات كثير ممكن يتفقون معي الزملاء اللي يشوفوني الآن على. جزاكم الله خير نصلح كثير من الحالات. كثير في كثير من. مركز المصالحة كذلك لأنشى من وزارة العدل مشكورين حل مشاكل كثيرة في بعضهم يا أبو طلال يكون في خلاف الأم تتمسك برأي بنتها والاب يتمسك في رأي بنتها والأم تتمسك برأي ولدها فأنت المخطي هو المخطي فما في ما في شخص يحل. المشكله فلما يلجؤون الى مثلا محامي ناصح او مركز مصالحه يقرب وجهه النظر يحاول ان المشكله اصلا ما تستحق انها توصل الى الانفصال فيبدا ايش؟ يتنازل هذا وتتنازل هي فبالنهايه ترجع كثير من من, من الحالات ارجعوا اذا كانت الخلافات يعني بسيطه. بيض الله وجهكم وفي آية صريحة في القرآن لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بيننا الله يجعلنا وياك من المصلحين. آه وهذه بي... علي أنا دائما أناشد الزملاء والزميلات في المجال لا تفرح في قضية فسخ نكاح. لا تفرح في قضية امرأة تطلب الانفصال من زوجها. ليه؟ حاول قدر المستطاع أن تبحث في الأسباب، قد تكون الأسباب في طرف ثالث مثل ما ذكرت، قد يكون في مؤثر. ترى مو بشرط ترى ترى جلسه العصر ظل الحوش اقوى من تاثير السوشيال ميديا. ابو طلال صدق ترى ترى احيانا اللي تتاثر في السوشيال ميديا تتاثر من جارتها تتاثر من زميلتها في الدوام تتاثر من وحده ما تعرفها كلمتين تسمعها خلاص تنجرف. فالمرأه العاقله لا مو كل شيء ما تسمع تطبقها على زوجها فيا. في أج في ازواج فعلا انا شفنا في السوشيال ميديا بعض الحالات بس ممكن زوجك تحمد الله بعضهن ما عندها زوج مثل ما يتكلم عنها بعض النساء، بعضهم تحبط في بعضهم رأي مخدرات نسال الله العافيه، في بعضهم يضربها، في بعضهم يعنفها. فهي انت انت انظري لزوجك، ما عليك انت من من البقيه. يعني لا تقارنين. المقارنات هذه تهلك، تهدم بيوت. طيب، على طاري الخلع. هل له شروط قانونيه؟ اي. لاتمامه؟ اي نعم. وش هي؟ في ناس يعني ما يفرقون بين فسخ النكاح والخلع كلهم عند خلع وهذا غلط الخلع هو أن تتقدم به المرأة طلب الخلع تتقدم به المرأة للمحكمة أو بالإثبات في الإجراءات إثباته بطلب منها يقابله موافقة الزوج على عوض يكون مالا أو ما يصح أن يكون مالا وفسخ النكاح فسخ النكاح هذا اللي ذكرناه من الأسباب اللي يكون فيها ينظر فيها القاضي اذا نظر القاضي بان الفسخ له موجبات السبب هذا ممكن يكون فيه من الرجل ممكن يكون من المراه اي مثل ما ذكرنا قبل شوي عدم الانفاق عدم الانفاق والحاله اللي ذكرناها قبل شوي عدم الانفاق يوجب الفسخ ولكن الخلع لابد ان يعني نتعمق فيه شوي ان الخلع لابد ان يكون ايش؟ بعوض طيب لو كان الان الخلع بدون عوض بدون مقابل لا ياخذ احكام الطلاق ولا يكون خلعا لا بد ان الخلع من شروطه ان يكون بطلب من الزوجه يقابل موافقة الزوج لو رفض الزوج تقدمت المرأة بطلب خلع وجت عند القاضي قال القاضي زوجتك ترغب بمخالعتك هل تقبل رفض الزوج خلاص القاضي يرد الدعوة لا يحكم فيها لأن نص النظام على موافقة الزوج وكثير قضايا ردت بسبب رفض الزوج قال أنا متمسك بزوجتي ولا أرغب بمخالعتها ولا طلاقها فهنا إذا هي مستمرة ولديها ضرر ترفع دعوة فسخ نكاح وتنظر وعاد حسب ما تقرره اللجنه وما يحكم به القاضي وتكون اسباب قويه اكيد يكون في اسباب طيب. او يرد المهر او جزء منه خلع مقابل التنازل عن حضانه الابناء، هل هذا جائز ده. في النظام؟ هذا قيد نظام الاحوال الشخصيه في الماده 100 أيوة. نظام الاحوال الشخصيه نص على انه لا يجوز ان يكون الخلع مقابل التنازل عن حضانه الاطفال. الخلع يكون بمال او ما يصح ان يكون يعني المهار. ما يجوز انه يكون في مقايضه؟ ابدا ابدا طيب. هذه المساومه مساومة على الحضانة اللي ذكرها أيضا من أهداف النظام من المقدم في الحضانة الأم ولا الأب؟ الأب الأم الأم مقدمة على الأب إذا كانت صالحة للحضانة ويتحقق مصلحة المحظون لديها أكثر من الأب في معيار مهم جدا في الحضانة هو مصلحة المحظون فمتى ما كان مصلحة المحظون متوافرة لدى الأم ولدى الأب فتقدم الأم على الأب ففي الحالة هذه تكون الأم مقدمة أن تكون أيضا قادرة على تربية المحظون سلامته صيانته القيام على مصالحه عدم الانتقال إلى مكان تفوت به مصلحة المحظون يعني تنتقل من الرياض إلى جدة إلى الشرقية إلى كذا على طاري هذه هل إذا إذا في صك حضانة عند الأم هل يحق لها السفر خارج المملكة دون أخذ الأذن من الأب؟ نعم ولكن بشرط أن لا تجاوز السفر تسعين يوما في السنة. 90 يوم في السنه اي وايضا ان ما يكون في اثناء هذه السفر او هذه الفتره ما يكون في زيارات للاب اثناء الفتره ما يكون في زياره للاب يعني محكوم للاب في الزياره فاكيد لازم ترجع عشان تنفذ الزياره لكن هل مثل ما كان في السابق هل يحق للام انها تسافر لازم تاخذ تدفع دعوه اسمها اذن سفر ثم ياذن الولي اللي هو الاب ثم تسافر الان لا بمجرد اثبات صك الحضانة أو إثبات حضانة معها تقدر أنها تسافر بالطفل بما يتجاوز تسعين يوم في السنة سقطت يعني صك الحضانة من أم يحق لها مرة ثانية الطالب فيه؟ إذا كان بسبب إذا سقطت بسبب وزال هذا السبب نعم يحق لها انها تطالب فيه وتعيد وضح سبب مثل ايش مثلا؟ مثلا مثل ما ذكرنا قبل قبل شوي من الاسباب فوات انتقالها الى مكان منطقه يفوت بها مصلحه المحظون. تمام مثلا انتقلت من الرياض الى جده فعادت الى الرياض مره ثانيه، سقطت حضانتها بسبب انتقالها، ثم عادت الى الرياض. فتقدر؟ فهنا تطلب الحضانه مجددا. طيب الطفل يخير بين امه وابوه في الحضانه؟ على بعد سن 15، نعم. اذا كان ذكر او انثى بعد سن 15 الى سن 18 غالبا غالبا من يختار بحكم كذا تجربه شخصيه والله الام في الغالب الام وفي بعد في منهم من يختار الاب وفي بعضهم يتناوبون في الحضانه فالحالات كثيره يا ابو طلال الحالات كثيره جدا احنا دائما ننظر ان 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 في معركه موجوده في 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 بين الازواج وان هذا حقي وهذا حقك وان الاطفال محل نزاع و هذه الامور ترى ممكن تشاهدونها انتم فقط في السوشيال ميديا وهذا ناس خلقوها حتى يرهبون يعني المجتمع. لا تمثل المجتمع نهائيا الاسر مستقره ولله الحمد مستقره وابشرك ان النسب اللي اللي او الحالات في السنوات الاخيره بعد صدور نظام الاحوال الشخصيه اصبح يعني المسار واضح للزوج وللزوجه وكل عرف حقه وعرف ما له وما عليه وبالنهايه اصبح كل واحد ماسك نرضه ما عاد في زي اول ماسك شوش طيب يعني الان الشغل الاول بس مجرد سمعت كلمه خلاص انا تاثرت في فلان ولا تاثرت في فلان وبارفع قضيه في الآن, قانون. الان النظام الحمد هذه من محاسن النظام صارت المرأة تفتح نظام الأحوال الشخصية يعني في في بعض الموكلات في بعض القضايا يعني صارت هي تعلمنا في بعض الأمور في بعض النصوص النظامية حتى تفسرها كأنها تفسرها مختصة وهي تلقى مؤهلها ثانوي ولا وهذه من محاسن النظام هذه من محاسن أن أنها سهل وعى الناس سهل الوصول فعلا. سهل الفهم بماذا يريد فايز العنزي أن يختم في 30 ثانية؟ أنا أوصيكم أولا وأوصي نفسي بالمحافظة على هذه النواة المهمة، أنا أوجه رسالة كذلك لزملائي كونوا دائما يعني مبادرين في لم الأسرة ولم الشمل ولا تساهموا بالتفريق ولا تفرحوا مثل ما ذكرت قبل شوي في قضايا الأحوال الشخصية، والله العظيم إن إحنا نستلم قضايا فسخ وخلع وكذا ونتأثر واحنا نترافع فيها نتعثر لان مهما كان في ضحيه بالنهايه بس احب الى قلبك اذا اصلحوا جدا 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 هذا هذا مما يسعدني صراحه فايز العنزي محامي مهتم بقضايا الاسره شكرا لك شكرا لحضورك إياك الله وانا سعيد والله في هذه الاستضافه شكرا, شكرا لك. لكم انتم لا تذهبوا بعيدا فاصل إنكم بعد ما تبقى برنامج شهر سعودي تبقوا معنا من دافع المحبة لكم انتم من فريق الشارع السعودي عندنا فضول كذا بسيط نشوف ثقافة الادخار عندكم عشان كذا سوينا هذه التجربة الاجتماعية البسيطة معكم وسالناكم كيفك مع الادخار؟ نشوف والله الحمد لله ماشية ادخر 500 ريال مكافأة كل شهر الادخار شيء اساسي ومطلب من للشخص في حياته يعني ما يكون اعتماده الكلي على الراتب يكون عندها ادخار في اسهم في جمعيه قد يكون في بعض الشهور يتاح لي الامر اني ادخر مثلا مبلغ معين وتكون عاده سنويه والله على حسب شهر يزبط معنا وشهر ما يزبط معنا اجمع من المكافاه كل ما تنزل مكافاه اسحب منها 500 وادخرها عشان يعني اللي بعدين اذا تخرجت او شيء يكون معايا مبلغ اقدر اسوي بمشروع او اي شيء والله كويس الادخار من من بالنسبه لي بس احيانا يكون اجمع 30% من الراتب حقي مرات تضبط معايا لاخر الشهر يكون انا قد جمعت واخذ الشيء اللي انا به مرات ما تضبط والله طال عمرك ادخار ما من ادخار وين ادخار وهالسوقه ما شاء الله والمولات الحلوه لا والله ما ندخر مره تضبط ومره انا مكسره شهر كذا وشهر كذا الادخار بصراحه مو كثير معاه ما ادخر وايد للامانه احب اصرف واستمتع بالحياه واعيش اللحظه مقبول يعني مش الادخار اللي حريص عليه بأول باول لان عاده اذا بلغت بالادخار يكون عكسي عليك ما عندي خطه زمنيه للادخار اطلاقا في حياتي كلها انا عمري يمكن قارب الستين ما اعرف الادخار الادخار هو شيء كويس وان انا طريقتي بالادخار اني اشيل من بطاقتي الشخصيه يعني حقه البنك اشيلهم اشيلهم كاش عشان لا انا اصرفهم يعني بالغلط ادخر مبالغ اللي تجيني بشكل احتجاجي لابيها على كل شيء احتاجه اروح اصرف عليه، مو اصرفه بس، بعدين شنو رايح أصفاري في نصيحه اول ما تخرجت من الجامعه وتوظفنا، سمعتها كذا يقول ادخر 20% من دخلك، ليتني سامعها بس. اللي صغير الان وتو متوظف يلا ننقل لك المهمه، اسمعها وشوف النتيجة بعد عشر سنوات الشارع السعودي هو انعكاس لاهتماماتك وطموحاتك اكتبوا لنا رأيكم نقدكم على حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي سنسمع سنتفاعل ونتعلم منكم أيضا تذكروا دائما أن قناة السعودية تستاهل وقتك شكرا لفهد العنزي على إعداد هذه الحلقة والمخرج بدر العنزي ونلقاكم بإذن الله غدا في نفس الموعد إلى اللقاء